أحمد الفيشاوي نوع خاص من الضيوف. أحب أحذر سمر يسري من أحمد الفيشاوي. ما تقدرش تتوقع هيقول إيه ولا رد فعله ممكن يكون إيه. إيه يعني أنا وأنا هي الكلام ده إيه ده؟ صريح جريء عفوي دماغه طاقة. لما بسمع اسم سمر يسري بيجي في بالي مشاكل، قضايا، فضايح، حاجات يعني من هذا القبيل. أحمد ممكن يفتح لك أبواب وياخدك كمحاور جوه دهاليز، فلازم برضو الواحد يكون مركز وحذر جدا. دلوقتي بقيت تفكر لما أطلع في التلفزيون، لأن أنا بطلع قدام جمهور عريض ولازم أخد بالي من كلامي. أكيد شخصيته غنية جدا، في كل فقرة هتبقى محتار تتكلم معاه في إيه وما تتكلمش معاه في إيه. قبل الحلقة المود زي الفل، عاوز الحوار يكون مختلف عن كل الحوارات اللي اتعملت مع أحمد الفترة اللي فاتت، وأكيد أكيد هيكون مختلف. الحقيقة أنا خدت عربون 50%، فده خلاني مستعد بنسبة كبيرة جدا، وخلاني إن يعني فرحان وأنا جاي عندكم هنا. مساء الخير أحمد الفيشاوي. مساء الخير عليك. مساء النور سمر، ازيك؟ ازيك. اللوك الحلو ده مين اللي ملبسك النهاردة، انت ولا مين؟ انا لبست نفسي. لبست نفسي ان انا جيت عندك اصلا مبدئيا. بس انا ده صناعة مصرية، دي بنت اسمها ملاك العزاوي، ملاك العزاوي، وده مكان اسمه هوكستن هاوس، وده صناعة مصرية 100%. يعني بتشجع الصناعة المصرية؟ طبعا. وده انجليزي بقى، ده اول سينتس، والبنطلون موباكو. عملت خليط كده ولابس جزمة سوبر ستار. اوكي كده تمام. بتتابع الاخبار اللي بتحصل في العالم ولا انت عايش في بابل لوحدك فاصل نفسك عن كل الدنيا؟ لا، هو انا عايش في بابل وبتابع الاخبار اللي بتحصل في العالم، يعني المهمة، يعني الحاجات الكبيرة يعني، بس مش متابع جيد. انا اكتر بحب يعني اعيش الواقع اللي قدامي، لانه ساعات يكتب لك على اي تواصل اجتماعي والحاجات دي يعني يقول لك ده في مظاهره في الشارع اللي ورانا، وتنزل الشارع اللي وراك ما تلاقيش حاجه. فانا بحاول يعني اتعامل مع الواقع اكتر. بتهرب من الاخبار السيئه ازاي؟ بتتجاهلها ولا بتتجاهلها تماما؟ طب اخر خبر غريب صدمك قريته؟ وفاة واحد صديق لينا، يعني كان بيشتغل في قناة من القنوات، كان بيشتغل معانا في كيلر كاريوكي، وهو شاب يعني وراجل محترم جدا، الله يرحمه، محسن ممدوح، يعني صادقنا. فده كان خبر كلنا كنا بنحبه، الله يرحمه، الله يرحمه. خبر عام. طيب خبر عام، لما أمريكا ضربت سوريا والرئيس بتاعنا كان هناك، كان موضوع غريب قوي بالنسبة لي، وكان خبر محزن يعني جدا. في خبر عايزك تبص عليه. في كندا في أخين عملوا موقع اسمه The Breakup Shop، بيساعدك على الانفصال. Shop The Breakup Shop. Yes. Okay. بيساعدك على الانفصال عن الطرف الآخر، يعني بيخليك يعني تتخطى الموضوع بسهولة، بيديك شوية خدمات. إيه رأيك في الموضوع ده؟ أعتقد ده موضوع ظريف جدا بصراحة. ليه؟ وعلى فكرة ده اتناقش قبل كده في فيلم اتعمل من حوالي 10 سنين، في العشر سنين الأخيرة، اسمه The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. الفيلم بتاع ده جيم كاري. بتاع جيم كاري وكيت وينسلت، ويعني وكان كلير دينز أعتقد، جيمس فرانك، يعني كان كاست ظريف جدا. والفيلم ده كان بيقول نفس الحاجة دي بالظبط، وراح مسحها من ذكرياته وحاجات زي كده. عجبك حاجة لطيفة يعني الموضوع؟ لو الواحد يقدر ينسى الحاجات اللي تجرح يعني أحلى. يعني انت ممكن تستعين بناس تنسيك كل الحاجات الوحشه؟ لا، وليه انا استعين بناس ليه؟ ده انا نفسي بلد. استعين بحضرتك الكلام. مفيش موضوع اثر فيك ما كنتش عارف تطلع منه؟ لا الحمد لله، كل الحاجات اللي قابلتني في الحياه الحمد لله، يعني من عند ربنا نعمه ان انا قدرت اتصدى ليها، يعني بحاول لله بقدر الامكان. لما بتخرج من علاقه بخش في علاقه بعديها، ما هو ده السؤال. بتدخل على طول؟ اخرج انا حضرتك من علاقه اروح داخل في العلاقه اللي بعديها؟ ده علشان استنى عشان يعني عشان الدنيا الحياه ايوه بتبقى قاصد يعني الموضوع عشان تنسى الموضوع بسرعه. طبعا انا يعني انا مش الكاركتر ده اللي هو انا يعني اصاحب واجري، انا ما احبش كده. بس في نفس الوقت يعني بحاول يعني بحب البنات يعني بحب الجنس الاخر يعني، ف اطلع من العلاقه اخش في علاقه ثانيه على طول. في صوره ثانيه هوريها لك. اوكي. ده واحد من تكساس وصل بيته لقى صاحبته نايمه في السرير جنب واحد تاني. طيب بذمه حضرتك يا فندم، هل اللحاف ده والمخده دي شكلهم في تكساس؟
هو كده تحسي. هم عندهم يمكن مستوردين مستوردين من حته في المنوفيه او حاجه عادي السرير ده بالخشبه اللي ورا دي. خلينا في الموضوع. المهم اخذ معاهم سيلفي. أيوة. وابتدى ينشر الصوره. ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني ده قول ايه يعني؟ شوف الصوره الثانيه. اتفضل. مصر خرجت من الترتيب العالمي لجوده التعليم. كنا رقم 139 دلوقتي خرجنا بره خالص. ايه تعليقك يعني بقى على الموضوع ده؟ لا تعليق. بيضايقك الموضوع؟ لا تعليق، انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده بعد اذنك. ده شيء يعني حاجه يعني اصل انا بحب بلدي جدا وانا راجل وطني يعني حتى معروف عني الحمد لله ان انا مع كل المشاكل اللي حصلت في البلد دي عمري في حياتي ما فكرت هاجر، عمري ما فكرت اطلع منها في حياتي. فالحاجات اللي هي جسيمه دي طبعا بتضايقني جدا. احنا كده خلصنا فقرة الأخبار، خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. استنونا مع أحمد فاروق الفيشاوي. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين مع السوبر ستار أحمد فاروق الفيشاوي اللي عامل، أنا معتبرك سوبر ستار طبعاً وانت سوبر ستار، بس انت عامل جو في اللوكيشن بجد يا جماعه، انتوا لازم تشوفوا اللي بيحصل، عامل جو غير طبيعي. هم ناس لذيذه. الفقره دي اسمها انا وانا، هنقرب من احمد الفيشاوي. فقره البرنامج بالظبط كده. أوكي. واسم البرنامج. ايوه. بنقرب قوي من احمد، بنشوف عيلتك، اصحابك، انت عايش ازاي، بتفكر ازاي، يعني ندخل جواك اكتر. هتسمح لنا بده؟ اهلا وسهلا. طيب احمد الفيشاوي، لما بتقعد مع نفسك بتفكر في ايه؟ بتكلم نفسك على ايه؟ معظم الوقت بيبقى شغل. لان يعني انا بعمل كذا شغلانه، يعني بغني راب وبخرج وبنتج وبمثل، فعندي كذا شغلانه، فعلى طول ببقى بفكر في مشاريع او حاجات اعملها جديده. بعمل جزمه. بتعمل ايه؟ بعمل جزمه. يعني ايه؟ في بنت اسمها جايده هاني. البنت دي لو بصيتوا على شغلها على الانستجرام، بنت بتصنع جزمها وهي اللي بتعمل كل حاجه في مصر، وهي اللي بتعمل يعني الديزاين. الجزمه هيبقى اسمها فيشز، وهتبقى فيها من بناتي وولادي، وهتبقى الديزاين بتاعها تاتوز من جسمي على الجزمه كلها. احنا هناخد نسمه من الاعلان ولا ايه رايك؟ اهلا وسهلا. انت بتدعم كل الديزاينرز الجداد، بتقف جنبهم. انا شايف. بحاول انا من زمان نفسي اعمل جزم وخط ملابس زي عمر الشريف وزي باف دادي، عنده شان جان، وزي زاب ثروت الرابر المصري. طبعا. عنده ناس. يعني حاجه ظريفه ان الرابر او الممثل يبقى عنده يعني كلوذنج لاين او كولونيا او حاجات زي كده، خط ملابس وكذا. طيب لما بتقعد بقى مع نفسك وتبص في المرايه بتكلم احمد جوه احمد؟ لا 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 لا، ما فيش بقى الكلام ده. انا ببص في المرايه بقايف نفسي واتكل على الله. بس. طب دلوقتي حالا. أيوة. لو قدامك مرايه، بص واعتبرني المرايه بتاعتك. واو. هتكلم نفسك تقول لنفسك ايه؟ ارتجل معايا حوار. كأنك يا فشاوي انت جميل قوي يا فشاوي. انت عسوله، وانت عسوله انت ان شاء الله عايزين تصدق. ميرسي يا احمد. بس مفيش حاجه تانية كده ولا كده؟ لا يا فندم، مش عايز حاجه تقولها لنفسك. احنا على التلفزيون يعني مش عارف حاجه ولا كده ازاي يعني؟ لا سيبك مني يا احمد خالص. مش حابب تقول لنفسك اي حاجه بتاعتي. ايوه مش حابب تقول اي حاجه لنفسك خالص اليومين دول؟ لا لا، او على الاقل مش في البرنامج يعني. ممكن لما اروح اكلم نفسي شويه بتاع قبل ما انام كده. طيب بتلوم نفسك كل الوقت؟ لا ما بتلومش. لا بلوم نفسي على الاخطاء الكبيره. بس بشكل عام يعني لا، انا مش شخصيه مش بلوم نفسي يعني كتير الحمد لله. اخر خطا كبير لومت نفسك عليه؟ لا انا مش هقول لك فضايحي طبعا. مش عايز اي حاجه؟ اكيد لا، الحاجات دي كلها هتتشال في المونتاج يعني. هتتشال في المونتاج. احكي لك وبعدين نشيل، واحنا اتفقنا ان احنا مش هنشيل. طب قول بالإشارة، مش لازم تحكي تفاصيل، أنا هفهم كل حاجة. هفهم. لا مش هقدر طبعاً أقول لك أخطاء كبيرة، ممكن أقول لماما. الفوبيا اللي مسيطرة عليك أكتر حاجة بتخاف منها، خايف تحصل لك، تقول يا رب ما يحصليش كده. يا رب ما أشوفش مكروه في بنتي أبداً. ربنا يخليها لك. أمين يا رب. يا رب. طب على المستوى الشخصي ما بتخافش أنت من أي حاجة خالص؟ لا الحمد لله. أنا طلعت في برنامج
واخد بالك؟ مسكت الاسد قعدت تطبطب عليها كانه قطه، بجد الناس كانت مذهوله. لسه هينزل قريب. يعني ما بتخافش من حاجه؟ الحمد لله. لا الحمد لله. احمد الفيشاوي هو الدون جوان ولا الفنان المجنون ولا مثلا فوضوي؟ شايف نفسك او بتحب الناس تشوفك؟ لا انا مش فوضوي نهائي خالص. لا كنت فوضوي زمان وانا اصغر من كده، دلوقتي بقيت اخد بالي يعني من تنظيم الحياه بشكل عام، ما بقتش بالفوضويه اللي كانت فيها يمكن من فتره قريبه. ده جه مع النضج يا احمد لما كبرت شويه؟ حقيقي صحيح. بس لا انا مش فوضوي، بس ممكن ابقى الدون هوان او الدون جوان او الاراجوز او الممثل المجنون. لا قصدي اقول لك يعني انا ممكن اعمل اراجوز في سيرك، يعني بالعكس دي شغلانه جميله وانا بعرف اعملها كويس. بس قصدي اقول لك ان يعني طب يعني انت ما بتحبش تصدر ايمج معينه للناس؟ لا مش بتفرق معايا الحقيقه ان انا اصدر حاجه معينه، انا دي سجيتي وطبيعتي، مش محتاجه اصدر اي حاجه. طيب انا بصدر نفسي وبعدين بنشوف. تيجي نشوف الفيديو اللي جاي؟ شور. يلا. هو ما طلعش على الناس كلها، هي كانت بنت اسمها سارة، هي كانت بتشتغل مصممه بوسترات، وبعدين فجاه دخلت في الانتاج كده مع واحد اسمه حسين حاجه، بس هم انتجوا فيلم اسمه هاتولي راجل، وفجاه سارة دي بقت منتجه يعني. بعدين واحنا وهي بتعمل الكاستنج بتقولي احنا عايزين مندي معاكم مش عارف ايه، فقالت لي ممكن تبعت لي صور ليك. قلت لها ازاي يعني ابعت لك صور ليا؟ عايز صور لو هي عايزه مثلا صور عريانه او صور معينه كان ممكن، بس يعني ايه ابعت لك صور ليا؟ جوجل اكتبي احمد الفيشاوي هتلاقي مليون صوره صح؟ فيمكن دي شويه حسيت ان انا اتهنت في الايجو بتاعي. هو دي حاجه ممكن تقال اتهنت في الايجو بتاعي؟ اتهنت فعلا جامد في الايجو بتاعي؟ في الايجو بتاعي حسيت كده ان لا يعني انا تعبت كتير قوي عشان اوصل للي انا فيه ده، فيعني ما ينفعش تقولي لي حاجه زي كده. طب رد فعلك كان عنيف عليها؟ لا كان زي كده بالظبط، قلت لها ساره يعني لو اف يو لو فتحتي جوجل هتلاقي يعني حوالي فوق 1000 صوره يمكن، وبانواع اشكال مختلفه وانواع يعني. طيب مره ثانيه اتجرحت في الايجو بتاعك بس ما كانش في الشغل، مش في المره دي، كان امتى؟ لا ما اعتقدش يعني، لان انا اصلي يعني مش الحياه مش يعني انا بشتغل مع شركه اسمها ايجو كوميونيكيت ميدل ايست مع نيروز ابو زيد. على طول بقول لها غيري اسم الشركه يعني عشان يعني يعني انت ما عندكش ايجو قوي، مش عالي قوي يعني، بيعلى ساعات طبعا بس معظم الوقت ما. مين اللي في حياتك بتقول لهم كده يلا اخرجوا من حياتي مش عايزكم تكونوا موجودين خالص؟ اي حد بيحاول ان هو يتقرب مني عشان يفشلني او علشان يوقعني، وفي كده في هيترز، بس الهيترز دول بحب اخليهم في الكورنر بتاعهم، والحمد لله بعرف اعمل كده كويس. في هيترز قريبين من احمد؟ لا الحمد لله مفيش. الحمد لله. حطيت صوره على انستجرام وانت بتشرب؟ زعلت لما الناس علقوا بعنف وابتدوا يغلطوا ويشتموا؟ لا طبعا ما بتضايقش؟ لا مش بتضايق، لان انا عارف كويس جدا ان الله لا ينظر لاشكالكم ولا اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. It's that simple. ده الامام علي اللي قال الجمله دي صح؟ اعتقد مش عايز افتي بس انا مؤمن بيها. لما بتلاقي الشتايم دي مش بتاثر فيك خالص؟ ما لا خالص مش بتاثر نهائي. ايه اللي خلاك تفكر تنزل الصوره دي؟ حضرتك انا زي اي بني ادم. انت شخصيا لو رحتي مكان فيه رقص وشرب وبتاع وخدتي كاس واين او ما الى ذلك وكايرو زوم صوره، ممكن حضرتك ما تحبيش، بس في ناس تانية ما عندهمش مشاكل في ده، مش انا بس. يعني ملايين المصريين. نقدر نقول ان انت طبيعي بتتصرف على طبيعتك. انا انسان طبيعي، انا انسان طبيعي. ما بتعملش حساب المخطئ. بخطأ وبعمل كويس وبعمل غلط وبعمل صح بقع وبفشل وبنجح. ما بتعملش حساب المجتمع عادي. يعني انت مش ماشي بالورقه او القلم ولا المسطره. الصور دي انا باخدها في وسط المجتمع وتعرضها. مش واعرضها، ما هي كده كده هتتعرض الصور دي. حضرتك انا مش واقف لوحدي على فكره، ده المجتمع المصري، احنا مش هنقعد نكذب على بعض، في منا بيشربوا، بس اهم حاجه ان احنا نتعامل مع بعض بشكل ادمي ومحترم. مش الشرب هو اللي بيخليكي كويسه او وحشه، في شريحه كبيره، مش طريقه اللبس او كذا او الديانه او اللون أو الجنسية، مش ده اللي بيحدد البني آدم. في شريحة كبيرة قوي بتحكم على البني آدم من صوره. ما دول حمير، دول يعني حمير.
مش يعني الحمار على الاقل عنده بيعرف طريقه، دول مش عارفين طريقهم يا عيني، بيركزوا مع ناس تانية وناسين اخطائهم الشخصيه. طيب احنا في معانا مين تويت هعرضها لك. تحب تقرا ولا ايه؟ الواد احمد الفشاوي شكله بيشم، عرفت ازاي؟ شم كله ملامح وشه ملوش فيه. ملامح وشه بتقول انه مضروب بالايه؟ بالبودره. لا انا ما بضربش بودره خالص، عمري ما ضربت بودره، بس ضربت مخدرات من انواع مختلفه كتير جدا، بس عمري ما ضربت بودره وعمري ما عايز اعمل كده يعني. طب تعالى نشوف التاني. احمد الفشاوي انا بفكر لا انا عايزاك انت اللي تقراها. احمد الفشاوي يرتدي حلق الماس تحت بند الحريه الشخصيه. في ليه؟ هي ليه الحريه, هي ليه الحرية عندنا؟ الشخصيه عندنا بتحدف شمال. كلام فارغ فعلا يعني. يعني بجد ان انا فعلا اقعد اركز في البني ادم لابس ايه واقعد اقول لك يا سمر هو انت ليه لابسه دي فوق دي؟ طب ليه مش لابسه واحده بس؟ طب ايه اللي ايه الساعه دي؟ ما لبستيش ساعه جولد ليه؟ وشعرك طب ما تعمليه اخضر؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انت حر. الانسان خلق حر. يعني ما بيهمكش كلام الناس. لا طبعا، خصوصا لو كان كلام فارغ زي ده. لو افترضنا مع بعض ان انت اخذت مخدرات. ما انا اخذت مخدرات، ليه نفترض؟ انا بقول لك نفترض دلوقتي. انا كنت دلوقتي. شاب يعني برضو يعني. طيب. انا عندي 36 سنه بس كنت مراهق صغير وخدت مخدرات. هنرجع لوقت يعني. ما كنت بتاخد المخدرات. ايوه. كنت بتاخد حاجه مثلا تدخلك في رحله تريب يعني؟ ساعات نو اسيد، انا عمري ما ضربت اسيد قبل كده، بس اصحابي كتير يقول لك جرب الاسيد وبتاع، بس بخاف عشان ممكن يحصل لي باد تريب. بس لا انا جربت انواع مختلفه يعني زي اي شباب في المراهقه بتاعتهم. بس يعني بتبقى عايز تروح في انهي رحله؟ لا هو انا بجرب الخطوات عشان يعني اجربها، مش عشان اروح في حته معينه يعني. هي بقى توديه ولا مطرح ما توديه. طب انت لو انت ممثل لو تخيلت رحله دلوقتي، انا عايز دلوقتي اخد ده عشان اروح هنا. انا عايز اركب مثلا بساط سحري. تروح بيه فين؟ في جناين كده واشجار وحاجات. في اللحظه حلوة. دي لا مش في اللحظه دي، دلوقتي عايز اقعد معاك يعني. عشان ده برنامج ظريف. تنصح الناس ان هم ممكن يجربوا ولا المخدرات؟ لا على حسب هم ايه نوع تقبلهم. بس خلي بالك كل انسان عنده طاقته وعنده عنده الحاجات اللي يقدر يتقبلها ولا فلا. انا ما انصحش بشرب المخدرات اكيد، بس خالص. لو حد هيجرب يحاول يبقى سائل مجرب وعارف الحاجات دي بتعمل ايه، ويخش يعرف على الانترنت ما هذا هو المخدر اللي هيدخله في جسمه. احمد الفشاوي وهو لسه في الثلاثينات اتجوزت 4 مرات وطلقت. صحيح. انا 36 عديت يعني، مريت بتجارب كتير فاشله. قوي. العيب بقى منك للأسف. ولا منهم؟ اكيد مني، ما هم لو تجارب كتير فاشله، بس ما اعرفش لو هم كمان كانوا مروا بتجارب كتير فاشله قبل كده يعني. انا مثلا كنت تاني جوز لمراتي الرابعه مثلا، فيعني هي بتبقى نصيب، بيبقى نصيب. بس الحمد لله علاقتنا، انا علاقتي بمراتي الاولانيه محترمه جدا، مش بنتكلم خالص، بس احنا بنكن كل احترام لبعض. وسام عطيه مراتي التانيه صديقتي جدا. رولا الدبس مراتي الرابعه صديقتي جدا، بنتكلم بشكل يومي تقريبا. المراتي الالمانيه ما اعرفش عنها اي حاجه، هي اختفت من الحياه وغيرت الفيسبوك بتاعها وغيرت نمرها واختفت تماما. طيب بس يعني نصيب. انت عملت فيها ايه عشان تختفي كده؟ زهقت مني يعني خلاص يعني هم بعد فتره بيزهقوا منك. بس يعني في منهم ما بيزهقوش. انت ولا باباك عرفت ستات اكتر؟ لا فاروق فيشاوي طبعا، انا متاكد 100%. ما سالتوش؟ فاروق فيشاوي ده خطير، ده مشكله الراجل ده، مشكله. احنا كلنا عارفين ان هو مشكله. مش حاجه، مش حد يجي جنبه حاجه. فاروق الفيشاوي مش انا اجيش جنبه حاجه، مش حد يجي جنبه حد حاجه. جميل جدا. ده خطير. ليه رفضت شيرين رضا الجواز من احمد فيشاوي؟ علشان هي ما بتحبنيش. وانت بتحبها؟ انا احبها قوي وبموت فيها. بس احنا برضو يعني هي ما بتحبنيش، مش عايزه تتجوزني. لسه بتحبها لحد دلوقتي؟ احنا عايز اقول لك احنا صداقتنا يعني وطيده جدا. انا شيرين بموت فيها، بحترمها جدا، وبشوفها انها ممثله من العيار الثقيل، وده ما كانش موجود. يعني شيرين لما ابتدت كانت البنت الحلوه اللي بتطلع مع احمد زكي يعني. ما كانش عندنا حاجه غير كده. بس شيرين
أثقلت موهبتها واشتغلت عليها وركزت في شغلها وبقت من أهم الممثلات في الوطن العربي النهاردة. دي حقيقة، كلنا بنحب شيرين رضا كممثلة وكلنا عارفين قدراتها التمثيلية، وزي القمر طبعا. بس أنا هنا بقى بتكلم أحمد الفيشاوي، شيرين رضا الست. الست أنا بموت فيها، بحبها حب يعني جام جدا. عرضت عليها الجواز؟ بس هي ما وافقتش. ليه ما وافقتش؟ يعني حب من طرف واحد؟ يمكن غالبا. تعال نشوف الشهادة دي. شوف، كون أحمد الفيشاوي ابن الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي أكيد أفاده في حياته كتير، لأنه وفر له أنه يدخل هذا المجال من هو صغير جداً وهو طفل. طبعاً وفر له النجومية، وفر له فرص كتيرة جداً أنه يدخل الوسط الفني من غير ما يتعب. لكن في نفس الوقت نقدر نقول أنه شهرة الوالدين يعني أصابت برضو أحمد الفيشاوي بظلالها السلبية، أو ما ممكن أن نطلق عليه عقدة أبناء المشاهير أو لعنة أبناء المشاهير. طبعاً أنا بوافقه تماماً. ده الناقد عصام زكريا. طبعاً بتوافقه في إيه؟ بوافقه في كل الكلام اللي هو قاله. يعني عندك عقدة أبناء المشاهير؟ طبعاً، ما هو مفيش ابن مشهور ما عندوش هذه العقدة. ليه؟ لأن بيبقى فيه نوع كده من الناس اللي بتحب الوالد أو الوالدة مستنيين من الابن أو البنت إن هم يدوهم حاجة برضو بنفس الجمال وبنفس الفن. فالناس مستنية دنيا سمير غانم وإيمي إن هم يضحكونا ويعملوا لنا حاجات حلوة، لأن هم عارفين مين دلال عبد العزيز وعارفين مين سمير غانم. فالناس مستنية من كريم محمود عبد العزيز، الناس مستنية من أحمد السعداني، من فيشاوي، من يعني من عشان هم بيحبوا الوالد، بيحبوا محمد عادل إمام. والحمد لله يعني إحنا الحمد لله كلنا بنشتغل وعاملين شغل جيد. يعني ما اعتقدش ان حد فينا. تعال نبص على الفيديو اللي جاي. شور اجد الميد ميجي يجرى اي بتوناي طب كليني ما كلوزت. طب خلاص خلاص على الاثنين. وان مور تايم ام سوري ماما انا اللي خلفتك. اجد الميد هيرت يو. ايه اللي خلاك تنزل الفيديو ده وبتعتذر على ايه؟ والفنانه سمية الألفي قالت لك انا ندمان ان انا خلفتك. هو اصلا هي دي اغنيه هي عارفاها، الاغنيه دي بتاعت امينيم، والفيديو كليب بتاعها ان هو موت امه ها وحطها في الدولاب، خباها في الدولاب. فهي نيالا هي طبعا مش طايقاني ومش طايقه الدنيا اللي حواليها طبعا. عملت فيها ايه خليت الست وعندها صداع وتعبانه وعيانه ومش مش طايقاني نهائي. بس هي بقى ايه لذيذه جدا. أكيد طبعا. سمسم يعني بجد يعني مش عشان هي امي والله العظيم، لان اصدقائها حتى يقولوا عليها نفس الكلام. اولا بقت هلا فخر مبدئيا. بمعنى ايه؟ بقت كوميديا بس، بقى كل الدنيا ضحك وافيهات وها ها وبتاع. دي حاجه حلوه قوي. ايوه وعندها سلام كده جانجستر، وبقت became very gangster. واصحابها بقى يعني صديقها البيست فريند الانتيم بتاعها عنده 23 سنه. ده البيست فريند بتاعها 23 سنه؟ تي. ده ولد خلص حقوق جامعه القاهره ودلوقتي اسمه تي؟ تي. أوكي. خلص حقوق جامعه ورابر رابر. اوكي. لا ما فيش اختصار، هو اسمه تي. هو تي؟ طيب. ف خلص حقوق جامعه القاهره ودلوقتي بيدرس علوم سياسيه في الجامعه الامريكيه، وبيكتب راب وبيعمل اغاني راب ومجنون، وبينتقد الحكومه، وشكله هيرشح نفسه للرئاسه تقريبا او حاجه زي كده. انا ممكن انتخب على طول. تي تنتخبوا مين؟ طب انت اكتر حاجه زعلتها في ايه؟ لما كنت دخلت فتره في المخدرات جامد جدا، وكنت تقريبا بضيع مستقبلي. فالحقيقه الست الوالده كانت قويه لدرجه انها كانت طرداني من البيت، قعدت سنتين ونص تقول لي مش عايز اشوف وشك، لحد ما تعدلت الحمد لله. دلوقتي بقى تكلمني كل شويه تقول لي تعالى فيش واتساب بيج بوس، تقول لي يور ماي بيج بوس، تقول لي والله يو ار ذا وان، تقول لي كده. دلوقتي بقت راضيه عنك جدا الحمد لله. الحمد لله. تعال نعمة. نشوف شهاده من واحده صاحبتك. احمد اعرفه بقالي يمكن اكتر من 10 سنين. انا كان زمان كان عندي مجله وكنا عايزين نصور احمد وهو حامل، فده اصلا يعني دي بدايتي اصلا في الشغل مع احمد. صورناه وهو حامل وحطيناه على غلاف المجله، طبعا عمل شويه مشاكل كده، بس ده بالنسبه لي يعني ان اشوفه حامل دي كانت اغرب الحاجات. اكتر حاجه بحبها احمد هي السينما، فهو بيحب يروح يتفرج على السينما لوحده وبعدين لازم ياكل. هو يعني يومه متقسم بين الاكل والافلام.
من الحاجات المضحكه ان هو ما بيخش مكان بيقوم مزعق انا جعان صوت عالي انا جعان لاي حد، وفي مطعم الناس بتبقى قاعده وفي ناس بتحب في بعض وفي ناس قاعده بتاكل في هداوه ومكان راقي جدا. يمكن اكتر موقف غريب ان مره لقيت احمد بيجري اتجاهي وكان قالع الجزمه في وسط الشارع، لغايه النهارده مش عارفه هو ليه كان بيعمل كده، وما سالته قال لي ما تسالنيش. فضحتك. بصي بقى يا فندم، اولا مبدئيا انا طالب حمام بس بقول له يعني عشان ايه، انا قالوا لي هيجي بعد السيجمنت ده تقريبا. طيب فانا طالب حمام واحنا تمام، هنجيب لك كل حاجه انت عايزها. لا انتاج محترم وسخي وناس لذيذه. اوكي تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا ساعات بمشي حافي في الشارع بس بتبقى ظروف وببقى مستعجل ومش عارف ايه. يعني مثلا كنا في مهرجان كان السينمائي في فرنسا في كان، فاكتشفت احنا رايحين على ميتنج وانا كنت طالع بالشركه بتاعتي الكلب الكريستال، وكنا بنعمل حاجه اسمها Arab سينما سنتر تحت الامبريلا بتاعت مات سولوشنز الشركه الانتاج السينمائي، واحنا شركاء كتير جدا يعني فيلم كلينيك وذا برودوسرز والاي ار تي واس برودكشنز واي برودكشنز، يعني احنا شركاء كتير جدا في الارب سينما سنتر. ايه علاقه ده بانك تمشي حافي؟ ما اقول بقى حسيتك، انا بقى حضرتك كنت رايح الميتنج ده وما كنتش عارف ان هو فورمال، فانا كنت لابس بقى في كان بقى على البحر شورت وتيشيرت وبتاع، فروحنا جارين داخلين زارا شارين بتاع مش عارف ايه، وكنت متاخر على الميتنج فخدت الجزمه وكنت بجري، فانا ماسك الجزمه بتاعت البدله وماسك الجزمه الثانيه الكوتش وبجري في الشارع، وبعدين شفنا اسمها ايه؟ سلمى حايك. عملت ايه بقى لما شفت سلمى حايك؟ بصي يا العظيم كريم اوكي؟ انا ماشي حافي اوكي؟ ومهم ماسك جزمه كده اول ستار وجزمه بدله وبجري بقى عايزين نخلص، ما لحقتش البس الجزمه في الحمام الصغير اللي في المطعم اللي جنب المحل. فبعدين كريم قال لي سلمى حايك اهي. فهي كانت في العربيه اوكي؟ هي كانت بتشرب سيجاره فمنزله الازاز الفيمي بتاع العربيه، فكريم شافها قال لي فيشاوي سلمى حايك اهي، وراح معدي الشارع الناحيه الثانيه، انا معيش تليفوني. فببص لقيته في الناحيه الثانيه وهو معاه تليفون. واحنا هنا انا وسلمى حايك اهو. قلت له يا كريم يا كريم. فطبعا انا قلت يا كريم مرتين وبدقن وعربي. انا حضرتك لقيت اثنين بودي جاردز طالعين من العربيه اللي وراها واثنين بودي جاردز طالعين من العربيه اللي قدامها برشاشات آلي. قالوا لي اكسكيوز مي سير يو كانت بي هير سو ام سوري ام جونا ليف ان بيس ام نوت ا تيرست. ومشيت. وطبعا حوار كريم يعني ازاي فاجئت انت يقول سلمى حايك ويمشي. يعني ازاي سلمى حايك ويمشي كده يعني. طب انت في مصر وانا قلت لها I'm an Egyptian actor and I can I have a picture with you I love you and she was like اخدت الصورة؟ لا هي بصت كده ها لسه هتفكر. ببص لها جيب منه التليفون ما لقيتوش، رحت مزعق نزلوا قفشوني رحت مروح ولا اتصورت والموضوع باظ. طب انت في مصر ممكن تقلع الجزمة وتمشي حافي ولا في كان بس؟ على حسب يعني لو الوضع يعني ما كان محتاج ان انا اجري عشان الحق حاجة بتاع ممكن يعني. تعالى نبص على الفيديو ده. انا اول تاتو عملته كان من 10 سنين وكان في رجلي، وبعدين الموضوع بقى ادمان يعني بعدين بقيت استمتع ادمان الوجع بتاع التاتو. لو قلت لك هنمسح كل التاتوهات اللي في جسمك دي هنخلي واحد، انهي واحد اللي هتخليه؟ لا مش هنمسح حاجه، انا هموت بيهم. انت بتستمتع ولسه بتقول لاروى انا بستمتع بالالم بتاع التاتو صح؟ ايوه. بتحس بايه؟ ليه بتستمتع؟ عندك مازوخيه؟ عارفها المازوخيه؟ يا يعني بس مش قوي كده يعني. طيب بتستمتع ليه بألم التاتو؟ مش للدرجه دي يعني. يعني ما عنديش يعني حاجات جلد في البيت ويبس وبتاع، مش من الموضوع. مش اكتر صحيح. ألم بقى مريت بيه في حياتك اللي هو اللي هنا بقى ده اللي هو عند الريبس اللي هو عند انا عايز ألم صعب قوي. ألم نفسي يعني موقف مؤلم مريت بيه لا يعني بصي هقول لك حاجه، انا شخص بتاثر بشكل سريع يمكن علشان الموهبة اللي ربنا ادهاني، فعندي المشاعر عندي شوية فياضة، فموت مثلا البني ادمين بيحزني جدا سبيشال اللي انا بحبهم، وكان عندنا في الاربع سنين اللي فاتوا دول ناس كتيرة من حبايبنا راحوا يعني من خالد صالح لسعيد صالح الله يرحمه يعني فده شيء بالنسبة لي بيفضل محزن كل ما بفتكر حاجة زي كده يعني. طب انت بتفكر في ايه لما بتلاقي الناس بتمشي من حواليك؟ بفكر ان انا رايح لهم يعني، وبحاول بقدر الامكان اجهز بعد الشر عليك ان شاء الله يبقى خير.
طيب تعالى نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض. استنونا بعد الفاصل مع أحمد فاروق الفيشاوي. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين مع أحمد فاروق الفيشاوي. تعال نشوف البروفايل بتاعك ونعلق عليه مع بعض. يلا بينا. يلا نعمل كده. أحمد فاروق الفيشاوي مش مجرد ابن الفنانين كبار زي فاروق الفيشاوي وسمية الألفي، لا، أحمد نجم مستقل بذاته. صحيح هو دخل مجال التمثيل بالواسطة، بس عرف يحفر لنفسه طريق ويعمل ستايل خاص بيه، سواء في شكله أو في اختياره لأدواره وحتى في تكنيك تمثيله. قلتي بقى الكلام ده لكام راجل قبلي؟ ها، انا حلفت يمين ان ابوس رجلك. احمد الفيشاوي بيديك احساس انه طفل بيبني بيت جميل من الرمل ممكن بضربه واحده يهده. صعب ان احنا نتوقع لاحمد الفيشاوي ازدهار او هبوط نظرا لاعتماده الاساسي على الحاله النفسيه او المزاج العام اللي بيمر بيه. أحياناً بيختار اختيارات موفقة جداً وأحياناً اختياراته ما بتبقاش موفقة بالمرة. موهبته الكبيرة مش محل خلاف من أول ما ظهر على الشاشة في أدوار زي دوره في مسلسل وجه القمر، أو شخصية هطة في مسلسل العمة نور، أو شخصية يحيى المصري في فيلم الحاسة السابعة، أول بطولاته السينمائية. يحيى المصري بطل الجمهورية. في كل مرة كان بيتقال خلاص راحت عليه كان بيرجع أقوى وأعلى من الأول، زي أدواره في تامر وشوقية وبدون ذكر أسماء. صدقي بقى أنتي تستاهلي 10/10. ومؤخراً في أولاد رزق والقرد بيتكلم. أداء أحمد الفيشاوي في أولاد رزق كان ملهم بكل تأكيد. يمكن قبل الفيلم ده أحمد الفيشاوي كان دايماً في الجزء الخلفي في مخ المشاهدين، وفجأة الناس اكتشفت أنه هو ممثل كبير. أحمد الفيشاوي خلطة سحرية، عنقود مهارات على رأي كابتن ميمي الشربيني، موهبة كبيرة، وسامة، دماغ طاقة، خطوات جريئة، بيمثل وبيغني وبيعمل مزيكا. الفيشاوي راجع تاني يحكي حكاوي، وبيقدم برامج كمان. صح يا سنتيا يا ظريفة يا لطيفة، دي حقيقة. بينطبق عليه مقولة سبع صنايع بس البخت مش ضايع. ايه الخلطه الجميله دي؟ دي الخلطه بتاعتكم مش بتاعتي. لا ما هو انت الخلطه دي يعني دي حاجه جميله جدا، انا بشكر فريق البرنامج كله عليها بلا استثناء، يعني شكرا ليكم. يعني في مخرج اسباني اسمه بوني ويل، عارفه، بيقول ان الممثل بالنسبه لي عامل زي كده الحشره في المعمل. الحشره في انهي معمل؟ ده متخلف. بيقول ان هو حشره. يعني ايه حشره في المعمل؟ حشره يعني في المعمل او فار تجارب، ممكن اعمل فيه اللي انا عاوزه من أيوه. غير ما هو يتكلم ولا يفتح بقه. يعني ايه الكلام؟ يعني لازم ينفذ اللي انا عايزه. هو ايه رايك بقى في الكلام؟ بص انا هقول لحضرتك حاجه، اني بقول لك انا قلبت بقى عشان انا ابوه من المنوفيه وامي من الشرقيه، واخده بالك؟ فاني هقول لحضرتك حاجه، الراجل الاسباني ده متخلف عقليا، ده ما فيش حاجه، مش عايز اسمها ممثل حشره، ده كلام فارغ. اكتر مخرج اتخانقت معاه في لوكيشن؟ رامي عبد الجبار. ليه؟ لان هو للاسف معرفش يكمل فيلمه، وانا اتضايقت جدا من ده فيلم اللجنه؟ كنا بنعمل فيلم اللجنه وللاسف حصل له مشاكل انتاجيه، وهو كان انتاجه يعني انا من هنا بقول ربنا يعينه، يعني لانه خسر فلوس كتير، اضطر يهد الديكور، معرفش يكمل فيلمه. وانا استأت جدا لان انا كنت مذاكر كويس جدا للدور وتعبت جدا، عملنا حوالي شهرين بروفات وللاسف معرفش يكمل، وكنا كلنا بنحاول نساعده بس معرفش، فانا اتضايقت قوي قوي يعني. وده اكتر مخرج يمكن حصل بيني وبينه كلاشز كتير. ايه بقى سبب الكلاشز الكتير اللي بينك وبينه شخصيا؟ ان هو مش واثق فيا، ما كانش واثق لا في موهبتي ولا واثق في الناس اللي حواليه، وبعدين للاسف حتى معرفش يكمل فيلمه. فاحنا يعني احنا دلوقتي حتى كان في المفروض مشاكل بينا، بس انا مش هخش في مشاكل يعني لانه هو يعني فعلا ربنا يعينه، يعني فيلمه باظ للاسف. طيب استاذ محمود حميده كان عندي ضيف هنا في البرنامج. أيوه. وقال عليك قالولي ان انت ان احمد الفيشاوي ومحمد فراج سبقوا جيله، يعني انت بالنسبه له احسن من احمد زكي الله يرحمه،
ومحمد رمضان. محمد رمضان قال عليكم كلكم ان انتوا سبقتوا الجيل بتاعهم. نعم احنا اكثر حظا، ده شيء يعني مفروغ منه. حضرتك هم بقولك طلعوا في وقت كان في غايه الصعوبه، يعني هم فعلا نحتوا في الصخر عشان يبقوا في هذه المكانه. النهارده احنا المجالات في السينما والتلفزيون بتنفتح، الانتاج بيكبر، الناس البروفيشنالز الحرف اللي عندهم حرفه حقيقيه بيطلعوا بيظهروا بياخدوا فرص. الشباب الجديد انا فرحان بيهم جدا، حتى بقى الجيل اللي جاي بعدينا، يعني احنا زي احمد مالك مثلا، زي احمد مالك، مش بس بقى مالك، الجيل بتاع مالك ده من كتاب لمخرجين لمؤلفين لمنتجين، في شباب طالعه هايلين. ويعني انت انا بشتغل مع 2 مخرجين جداد ان شاء الله في الفتره الجايه بقدمهم، يعني وانا سعيد لان دول هيبقوا يعني بعد ما اشتغل معاهم هيبقوا دول كده اشتغلت مع 7 مخرجين لاول مره. الحمد لله ان انا ساهمت في تقديم المخرجين دول، يعني من احمد يسري في 45 يوم لعمرو سلامه في زي النهارده، محمد دياب في 6 7 8، احمد غانم في تلك الايام، احمد مكي في الحاسه 7، وانا ومكي ان شاء الله بعد ما يخلص تصوير مسلسله داخلين فيلم هيبقى اخراجه اسمه الظباط. بعد فيلم القرد بيتكلم هنعتبر احمد الفيشاوي دان معدي محمد رمضان ب 4 مليون جنيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده بقى اللي انا يعني انت جاوبت قبل ما اكمل السؤال. ده الايجو هنا بيتكلم على فكره. لا يا فندم، دي الارقام مش الايجو. الارقام بتتكلم. بالظبط. يعني دلوقتي خلاص انت نجم شباك اول الحمد لله. مبسوط وفرحان وبشكر ربنا، وعايز افضل اكمل زي ما انا علشان اقدر ابقى قد مسؤوليه ان انا ابقى نجم شباك اول والجمهور بيقطع لي تذاكر. طب انا عايزه اسمعك في ناقد بيقول شويه كلام كده لطيف عليك، عايزك تسمعه. اتفضل. بالنسبه لفيلم القرد بيتكلم، رغم النجاح التجاري الكبير اللي هو حققه، ولكن في رايي كان فيلم مليان عيوب على مستوى السيناريو، على مستوى الاخراج، على مستوى الفكره، وعلى مستوى العمود الفقري الدرامي اللي قايم على فكره السحر كمان. احمد الفيشاوي اداؤه فيه للاسف كان يتسم ببعض الكسل وبعض الخمول، وفي رايي مش افضل افلامه. وبالنسبه لتهمه النحت اللي الفيلم متهم بيها سواء من فيلم ناو يو سي مي او من افلام تانية كتير الحقيقه، فهي بتهمه تعتبر الى حد كبير في محلها. على فكرة أنا بحب الراجل ده جدا، وبتفرج على الفيديوز بتاعته على اليوتيوب. وبحب فيلم جامد. ها؟ وبحب نقده. أيوة فيلم جامد. أولا أنا بشكره على صراحته المتناهية، وأنا بوافقه في اللي هو بيقوله. أنا كان ممكن أدي أداء أحسن من كده. يعني أداءك كان فيه كسل؟ يعني ما يعتبرش، أنا مش هسميه كسل قوي، لأن أنا بسميه الـ الأداء اللي على قد الدور. خلي بالك أصل إحنا مش بنعمل يعني فيلم فظيع، إحنا بنعمل فيلم كوميرشل، عارفين إن هو كوميرشل. يعني أنت أخدت الفيلم نحتاية نقدر نقول. أمال يعني اشتغل إزاي؟ ما لازم. على فكرة عايز أقولك حاجة، مفيش ممثل في التاريخ ما عملش أفلام نحت. إيه سبب المشكلة مع فريق عمل بدون ذكر أسماء؟ تامر محسن. حصل إيه؟ المخرج كان عندنا مشاكل، ما كناش عارفين نتواصل مع بعض. تامر مخرج شاطر جدا وعمل فعلا مسلسل حلو قوي، بس انا كنت تحت ضغط شديد، ما كنتش مركز زي ما انا مركز دلوقتي، فهو ما كانش مبسوط بهذا الاداء، وهو معاه كل الحق. يعني ده اللي حصل، ولا انا كنت مبسوط بالاداء قوي، يعني كان ممكن اعمل احسن في بدون ذكر اسماء بكتير. انا على المستوى الشخصي مبسوطه قوي ان انت بتعترف بأخطائك. ليه لا؟ مبسوطه صراحتك. شكرا. بجد مش ناس كتير بتعمل كده. تعال نشوف الشهاده الثانيه. يلا اتفضل. احمد مكي اخرج فيلم الحاسه 7 اللي قام ببطولته احمد الفيشاوي، وبعد سنوات حصل حاجه غريبه، احمد مكي بقى ممثل ونجم شهير جدا، في حين ان احمد الفيشاوي كان لسه بيتخبط في مسيرته الفنيه. اعتقد انه السبب او الفرق الاساسي بين احمد مكي واحمد الفيشاوي هو الدافع والحافز والجهد. احمد مكي عنده طاقه هائله وعنده دافع كبير جدا للانجاز وللتحقق، في حين ان ممكن نقول ان احمد الفيشاوي كسول اكتر من اللازم. ردك وتعليقك. ردي تعليقي ان هذا الشخص غالبا ما يعرفش ايه اللي كان بيحصل في السنتين اللي فاتوا.
ولكن الناقد عصام زكريا. عصام زكريا ما عندوش فكره، مع كل احترامي ليه ما عندوش اي فكره ايه اللي حصل لاحمد الفيشاوي من بقالي سنتين دلوقتي. قول له دلوقتي ايه اللي حصل. دلوقتي في القرد بيتكلم وممكن يسال كل الناس اللي اشتغلوا في الفيلم قد ايه انا عندي طاقه ايجابيه وبشتغل زي الحمار ومجتهد جدا جدا. ممكن يسال عمرو سلامه والكرو بتاعه في الشيخ جاكسون، ممكن يسال رامي جبار نفسه والكرو كله بتاع اللجنه، وهكذا وهكذا وهكذا. بس يعني انا بقالي 3 سنين بعمل شغل بشكل قوي جدا وبجد وبمجهود وبالحافز اللي عند ميكي الحقيقه، واحنا بنتكلم تقريبا بشكل متواصل انا وميكي، وزي ما قلت لك قبل كده اتفقنا ان احنا بنعمل فيلم كنت بتكلمه عليه في الحاسه 7 ايام ما احنا بنصور الحاسه 7، قلت له تعالى نعمل فيلم 2 ظباط اكشن كوميدي ويبقى اخراجك، ودلوقتي المشروع ده قائم وان شاء الله هيخلص مسلسله وهنبتدي نشتغل على الظباط. طب بيني وبينك احمد ميكي، احمد ميكي كان معاك مخرج في الحاسه 7، كان مخرج فظيع سبقك طبعا، بتحسش بغيره بقى كتير. لا لان انا بحبه جدا وبحب له الخير ومؤمن بموهبته واغير منه ليه وهو بيسعد الناس، يعني دي حاجه الواحد يعني يشجعها ويحبها. يعني انت ما عندكش حته الغيره دي من الفنانين اللي حواليك؟ لا سبيشلي من ميكي. لا ده ميكي ده صديق عمر، يعني ده ميكي عشره عمر. الايرادات بس اللي انت كنت عايز تعدي محمد رمضان وحصلت. شخصيه هطه اللي انت عملتها قبل كده في العم نور، ليه ما عملتش بيها فيلم زي ما اتش دبور مثلا؟ لان انا ما يوجولي ما احبش اكرر شخصياتي، يعني احب اعمل الشخصيه مره واحده. يعني ميكي بيكرر نفسه؟ وده شيء مش وحش. عادل امام بيكرر نفسه. يعني زعيم عادل امام بيكرر نفسه طبعا. على فكره عادل امام احنا حابينه برياكشناته، بقالنا 50 سنه بنتفرج على نفس الرياكشنات وبنموت فيه من ايام الابيض واسود، لان هو كده، هو دي حلاوته، دي حلاوه الاستاذ عادل امام. فتكرير النفس ده شيء مش مرفوض نهائي. تكرار النفس، تكرير السكر تكرير السكر تكرير البترول. نطلع لفاصل ونرجع نشوف التيت اللي بعدها. رجعنا مره تانية بعد الفاصل فقره التيتو، وانا بضحك على فكره ان احمد اللي بيقعد معاه في لوكيشن لازم يضحك. احمد الفيشاوي، الفقره دي الفقره الرابعه، اخر فقره في البرنامج، اسمها انا والاخرين. اول سؤال هساله لك واقول لك، في دي ام سي انت كنت رايح تصور برنامج لاشرف عبد الباقي اسمه عيش الليله، كان في الاستوديو ده منعوك فعلا ان انت تصور الحلقه علشان الحلقه اللي انت لابسه في ودنك؟ لا، حصل الكلام ده؟ ما منعونيش، هما بكل يعني قلة قيمة وقلة أدب استأذنوني إن أنا أشيل الحلقة، فسمعوا كلام يعني قوي وقبيح جدا 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 بالأب وبالأم إنه بكل حاجة، شافوا وحش يعني قدامهم. كنت الشخص اللي قال يقلع الحلقة ما قدرش إن هو يواجهني، لأن أنا قلت لهم الشخص اللي قال كده يجي يقف قدامي دلوقتي حالا، وديتهم حوالي 4-5 دقايق والشخص ده كان موجود في اللوكيشن واستخبى زي الفار وما قدرش يجي يواجهني، لان هو عارف ان هو غلطان غلط جسيم وبشع. انت لو مش عاجبك شكلي ما تجيبنيش. المهم يعني وفعلا عايز اقول لك ان في هذه اللحظه انا ما كانش معايا ولا مليم يا استاذه سمر، ما كانش معايا ولا مليم في جيبي، كنت مفلس روك بوتوم بيسموها بالانجليزي، وقلت لهم سلام عليكم، انا مش عايز منكم ولا مليم، انا مش هصور معاكم، لا هقلع حلق ولا دياولو. تعرفوا الاول انتوا بتكلموا مين، وتعرفوا الاول ان حتى لو انا ماليش وضع معين بينكم كفنان، انا ليا حريه شخصيه كبني ادم كانسان. طيب في فيديو من مسرح مصر عايز اوريه لك. اوكي يلا. تعالى تعالى نقعد نسكر، اليوم خمر ونساء وغدا نقتل محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. انت كده شايف ان النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته هي مادة للسخرية والاستهزاء؟ فرب العزة سبحانه وتعالى وضع الضوابط بقى، في حاجات ينفع فيها الهزار يا جدعان، لكن في حاجات ما ينفعش، مش بس ما ينفعش، حرام.
مش بس حرام ده تخرج من الملة. طيب. في ناس في المقطع ده اتهموا الأستاذ أشرف عبد الباقي بازدراء الأديان. الفن له مطلق الحرية إن هو يتريق على أي حاجة أو يمثل أي حاجة. لأن الفن ده يعني حاجة بتبقى بره خيال البني آدم. فممكن الواحد يطلق عنانه إن هو يتريق وكذا. ولكن في نفس الوقت أنا أعرف أشرف عبد الباقي. أشرف عبد الباقي بيروح عمرة وبيحج وراجل مسلم وموحد بالله وراجل لطيف جدا. كل الناس عارفة كده طبعا. ولا كافر ولا دياوله، الكلام ده الشيخ بيقوله ده كلام فارغ. لأن أنا أعرف أشرف عبد الباقي شخصيا وأشرف عبد الباقي مش راجل كافر. ممكن أقول لك على حاجة؟ أنا مش بتكلم على أستاذ أشرف عبد الباقي، إحنا بنتكلم على اتهامات الفنانين. لا لا ده يعني أنا مش مع الكلام ده نهائي. وأنا عايز أقول لحضرتك القصة اللي كنت عايز أقولها لك في الأول. سيدنا النبي كانوا وهو بيصلي بيجيبوا أمعاء ومصارين بقر ويرموها على ظهره وما كانش بينطق. ليه؟ لأن هو كان بيحب كل الناس وكان بيسامح كل الناس، ومهما حد قل أدبه عليه أو اتريق عليه أو حتى حاول يموته كان بيدعيله بالهداية والحب. ما ينفعش أي حد يقوله كلمتين نكفره ونخرجه بره الملة، ويعني أرجوكوا غيروا الخطاب الديني زي ما الرئيس السيسي بيقول الراجل ده مع حق تماما، لازم نغير كل هذا الكلام اللي ملوش أي لازمة. في حدود للكوميديا يا أحمد؟ أو السخرية مثلا عموما؟ لا يا فندم، لا، في حاجة اسمها حدود للمشاهد. المشاهد هو اللي يختار يتفرج على إيه. إحنا نعمل أي حاجة وهو ينقي، عايز يتفرج على قلة أدب ولا عايز يتفرج على تاريخ ولا عايز يتفرج على كوميديا ولا عايز يتفرج على أكشن. الجمهور هو اللي بيختار، احنا بنقدم له كل الأنواع والمشاهد يختار عايز يتفرج على ايه. تعال نشوف الفيديو اللي بعد كده. مين المطرب اللي تقول له كفاية غنى؟ تامر حسني ولا عمرو مصطفى ولا رامي صبري؟ رامي صبري عشان بيقلد عمرو دياب. عندنا عمرو دياب خلاص، مش محتاجين رامي صبري قوي على طول كده. امال ايه يعني؟ عامل لك ايه؟ طب ما يمكن يكون هو متاثر بيه. هو اللي في النص ده مين قلت لي؟ عمرو مصطفى. عمرو مصطفى. عمرو بقى تحيه كبيره ان عمرو مصطفى يبطل غنى. يس. يعني انت دلوقتي مش ممكن تزعل منك عمرو مصطفى؟ عمل اكتر اغاني ناجحه في الوطن العربي. خلي بالك لكبار الفنانين كان عمرو مصطفى. عمرو مصطفى ملحن محترم وتقيل جدا ومعروف جدا في السوق، بس ما يغنيش يعني قشطه عادي يعني مش لازم. طب رامي صبري؟ ولا رامي صبري بقى، عندنا عمرو دياب كفايه. مين تاني مش عايزه يغني؟ لا هم خلاص بس كده. يعني طب مين بقى اللي ممكن تقول له؟ طب مين ممكن تقول له اقعد بقى كفايه تمثيل؟ ما تخليناش نغلط في الناس بقى. طب قولي اسم واحد. ما انت قلت عند شيماء في الغنى، قول عندي بقى. لا لا هتزعقي كل الناس مني كده. في التمثيل الموضوع محرج شويه. لا اصل التمثيل دي يعني في الاخر بنسميه كاري، فمش عايزين نزعل زمايلنا. بس دول دول مطربين، ممكن اقول انا مش عايز اسمعك تاني، وممكن اقول له اطربني يعني ده شيء عادي يعني. طب اقولها لك بشكل تاني. أيوة. مين كرر نفسه وحاسس ان هو لا جدد نفسك بقى يعني انت كده مكرر نفسك كتير؟ لا ما انا صدقيني مش ما عنديش اسامي يعني اقدر اذكرها لحضرتك يعني. طيب حضرتك انا هدخل في السؤال اللي بعده. ما بين محمد هنيدي، احمد حلمي، محمد سعد؟ احمد حلمي بموت فيه. طبعا ده اللي تبقى عايز تشتغل معاه. اشتغل معاه واتفرج عليه واشوف افلامه وكل حاجه. ده اي 1 احمد حلمي. بس هتطلع بطل تاني؟ اطلع بطل تاني، اعمل 5 مشاهد، نعمل بطوله جماعيه. انا بحب حلمي، اشتغل معاه. طبعا. طب محمد هنيدي ومحمد سعد فيلم حلو. طب محمد هنيدي يعني هنقول احمد حلمي، محمد هنيدي، محمد سعد. لو كده، لو بالنسبه لي كجمهور يعني. بتحب مسرح مصر ونجومه؟ مش قوي. لا بحس انه اصل بصي انا راجل، انا ممثل مسرحي، تربيت في المسرح وبحب المسرح واعلم جيدا ما هو المسرح، ودرست مسرح في المدرسه وفي معهد فنون مسرحيه لمده 2 سنين، وعاشق لهذا الفن. فاعتقد ان هم مش بيدوا للمسرح العدل بتاعه. المسرح ده المفروض يبقى شيء مبهر، مش مجرد افيهات يعني. ده رايي بصراحه. مين موهوبه اكتر ككوميديانه؟ دنيا سمير غانم ولا ايمي سمير غانم من وجهة نظرك الشخصية؟ انا بحب ايمي.
ايمي الاز، ايمي عندها، لان دنيا خلي بالك عندها برضو شويه دلال كده فيها اكتر من ايمي. ايمي عامله كده زي سمير اكتر، فانا احب تضحكني اكتر. يعني بتضحكك اكتر؟ لا. مين اوحالك بدور الشيخ جاكسون؟ عمر الفيشاوي. عمر الفيشاوي، انا اصلا انا اخويا اسمه عمر الفيشاوي، ربنا يبلس هيز هارت يا رب ويبارك لي فيه. ده عظمي ده عمر، دي حقيقه يعني. حلوه قوي كلمه عظمي. دي حقيقه، ربنا يخليكم لبعض ان شاء الله. مؤثرة يعني. يا رب. ف يعني فالحقيقه لا، مش بخاف من هذه الشخصيات، لان احنا كنا بنقول ايه، معلش شيخ جاكسون. مين اوحالك بالشخصيه دي؟ او عايز اعرف شبه مين في الحقيقه؟ فكره بقى عمر الفيشاوي اللي هو مش اخويا، اللي هو من عيلتنا، وقالها لعمرو سلامه. عمرو سلامه انبهر بيها، حولها الفيلم، وعمر ساعده في كتابته. وبعدين عمرو سافر بالورق امريكا عشان يصلح مع كاتبة أمريكية في الورك شوب بتاعتها، وصلح الفيلم ورجع تاني، والحمد لله عملنا فيلم ناس كتير قوي من اللي شافوه يعني لسه ما شفتوش، وأفضل أشوفه في السينما وأكل زي ما بنقول، أروح ضارب بقى أي سي فود ولا عشوة إيطالي ولا حاجة زي كده، أو كوري، أنا بحب أكل كوري جدا. الفترة اللي أنت تدينت فيها، إيه اللي فاضل مع أحمد الفيشاوي من الفترة دي؟ كل الحاجات الحلوة اللي أنا اتعلمتها عن الدين وعن ربنا وعن الحب، لأن هو ده دين تسامح وحب. الحاجات الوحشة اللي فضلت مع أحمد الفيشاوي؟ الحمد لله ما فيش حاجة فضلت وحشة، لأن أنا اتخبطت كتير يعني، وخدت كذا هدر محترمين خلوني الحاجات الوحشة دي ما أرجع لهاش تاني يعني، الحمد لله. ممكن نشوف الشهادة التانية دي ونعلق عليها مع بعض؟ أكيد. يلا. أنا رأيي إن أحمد الفيشاوي مر بمرحلة بيمر بيها كتير في المرحلة العمرية اللي هو كان بيعيشها، ويبقى في مثلا حد زي عمرو خالد أقرب للأب الروحي أو العراب اللي هو يفتح له حاجات أو يقول له على حاجات ويصدقه، لكن أكيد مع الزمن فهم إنه الدين بشكل صحيح، وما أعتقدش إنه لا يزال هو الشاب المتزمت اللي هو ما بيسلمش على الستات، في مرحله ما كانش بيسلم. احمد ممكن يكون يعني مش مستقر عاطفيا، وعشان كده في فتره وجيزه تزوج 4 مرات، لكن انا شايف انه ما نقدرش نحكم بعدم السواء على انسان في مرحله عمريه متردد عاطفيا، يعني ممكن دي طبيعه، لكن لا تعني يعني انه بناء نفسي عنده مشكله في البناء النفسي. ايه تعقيبك على الكلام ده، وايه فهمك للدين في المرحله دي دلوقتي؟ انا الحمد لله يعني من خلال تجربتي، لان انا كنت سلفي وكنت من جماعه الاخوان المسلمين، وكنت يعني وتصوفت، والحمد لله توصلت لان فعلا الدين محبه والله محبه، دي الحقيقه المطلقه اللي انا فاهمها وعارفها، بس غير كده ما فتيش صراحه يعني بكل صراحه. وفي نفس وتقبل الاخر ده جزء مهم جدا، مهما كان ديانته او شكله او لونه. بالنسبه لاستاذ طارق، احنا ما كناش اصدقاء، كنا ما يعني كنا قافشين على بعض كده فتره. انت والاستاذ عمرو خالد؟ لا، استاذ طارق الشناوي. بتتكلم الاول على استاذ طارق بقيا كده عشان نقفشه برضه. اوكي. هو حبيبي يعني، بس هو كان فتره كتب عن والدتي كلام كان يعني كله غلط، يعني كتب ان هي اللي دخلت فاروق الفيشاوي في الهيروين، وكتبت ان هي اللي بوظت لينا يعني كتب حاجات كذب تماما، وانا يعني كنت متضايق منه لمده سنين. الحمد لله علاقتنا توطدت، بقالنا حوالي يمكن دلوقتي 4 سنين اصدقاء، بيبعت لي على طول مقالاته اقراها اقول له رايي وكذا، والحقيقه هو بيقول يعني كلام ظريف من باب ان احنا قربنا من بعض انسانيا وبقينا اصدقاء، فهو بيتكلم كلام صحيح. نقدر نقول احمد الفيشاوي لسه على علاقه بالاستاذ عمرو خالد في المرحله دي؟ لا نهائي، لا نهائي تماما، واشكره يعني على كل الكلام النصايح اللي حصلت يعني، بس شكرا يعني. لا ما فيش اي علاقه.
أحمد الفيشاوي في نهاية الحلقة، إيه الحاجة اللي أنت ناقصاك في حياتك وبتدور عليها لحد دلوقتي ومش لاقيها؟ لا الحمد لله، يعني بجد أنا مش عارف أشكر ربنا على إيه ولا إيه، يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ودي أنا شايف الآية دي واضحة وجلية بالنسبة لي، فلا أنا ما عنديش أي حاجة، ما حاسس إنها مش حاسس إنها مش ناقصني حاجة، باكل وبشرب قربنا بشكل كبير من أحمد الفيشاوي النهاردة، عبرت عن نفسك في حاجات كتير ولا كان في حاجات إحنا ما اتكلمناش فيها؟ هو أكيد في حاجات كتير قوي إحنا ما اتكلمناش فيها، بس وقت البرنامج خلص صح ولا بقى إيه؟ صح كده. بس يعني قعدتك جميلة وأنا متشكر على الاستضافة دي. طب إيه اللي أنت نفسك تتكلم فيه؟ ممكن أدي لك وقت بسيط. لا تمام، إحنا كده حلوين قوي. مش حابب تاني؟ لا كفاية. حلو قوي كده. يا مش عايز تقول اي كلمه قبل ما نختم؟ عايز اشكرك طبعا، وعايز اشكر فعلا الكرو كله وفريق البرنامج، وانا متشكر جدا وتشرفت ان انا كنت معاكي. احنا مبسوطين قوي بالحلقه ومبسوطين بان انت ضيفنا النهارده. يا رب نكون قربنا منك بشكل كبير واتكلمنا في حاجات فعلا انت كنت حابب تتكلم فيها. أكيد. بدون ما نزعجك نهائي، وبدون ما كانش في اي ازعاج، واشكرك وبدون ما نحكم عليك، واحنا ده اللي احنا بنعمله، ان احنا بنقرب من الانا بس بدون ما نحكم عليها، ودي الرساله. شكرا. اللي احنا دايما بنقولها لجمهورنا. بشكرك يا احمد، نورتنا. شكرا لك. استنونا في انا جديده واشوفكم على خير، وتصبحوا على خير.